في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط السابع عشر في المجموع في ختام سباق الأصايل الأول للمفاريد من كل تهانين والناموس لجميع الإخوة الفائزين وهارد لك لكل من لم ينل حظه من الفوز والغادم أفضل إن شاء الله في هذه اللحظات اللي في أول المراكز. هذه الوعي للسي سي محمد بن دايل النعيم ولكن سلت من الجانب الأيمن هذه أدب للسيد علي بن أحمد الصليطي مع أدب بكل أدب تتسلل وتنتزع المركز الأول في هذه اللحظات. هذه اللي في أول مراكز هذه رقم 11 أدب للسيد علي بن أحمد الصليطي في هذه اللحظات في أول مراكز. أما في ثاني المراكز الواعي للسيد سيد محمد بن دايل النعيمي في ثالث المراكز هذه سلهود للسيد سعود بن فهد الدوسري في ثالث المراكز. رابع المراكز اللي وصل هذه الشاهين للسيد سالم بن حمد بن يهويل المري في هذه اللحظات. ولكن رحمة أدب اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذه أدب يدعود ملكية أدب للسيد علي بن أحمد الصليطي في هذه اللحظات في أول المراكز. أما في ثاني المراكز وتحاول تسلل هذه الواعية وانتبهوا من هذا الاسم والشعار السيد سيد بن محمد بن دايل النعيم وهذا انتاج مطاق المعروف في هذه اللحظات في ثاني المراكز وتسلل من الجانب الايمن ولكن من العمق في هذه اللحظات هذه الشاهينيه للسيد سالم بن حمد بن جهويل في ثاني المراكز في هذه اللحظات. ولكن الواعيه والكاس الكاس يا بن دايل في هذه اللحظات الواعي في اول المراكز العود ملكيه الواعيه للسيد سيد بن محمد بن دايل النعيم في هذه اللحظات في اول المراكز. ومن الجانب الدوني هذه الشاهينيه للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري ولكن الواعيه سيطره تامه نقول تهانينا والناموس للسيد سيف بن محمد بن دايل النعيم. اما في ثاني المراكز هذه الشاهينيه للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري وفي ثالث المراكز اللي في ثالث المراكز رقم 12 هذه الشاهينيه للسيد حمد بن راشد الزعبي توقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و12 ثانيه و32 جزء من السنه تهانينا والناموس. في هذه اللحظات